لا مفرقين. اسم أغلبية. تفضلوا سيد نائب محترم باسم أغلبية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترمة، الإخوة والأخوات النواب، يشرفني أن أتقدم باسم فرق الأغلبية بقراءة جامعة لأهم ما ورد من ملاحظات في إطار المناقشة للاتفاقية الثمانية التي تفضلت السيدة الوزيرة بتقديمها. نسجل ابتداءً أن هذه الاتفاقيات تتميز بالتنوع من حيث مقاصدها، ففيها اتفاقيات ذات طبيعة إنسانية حقوقية كتلك المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى بلدانهم مع الشقيقة موريتانيا، والبعد الإنساني الحقوقي في هذه الاتفاقية غير خافٍ، إذ سيخفف على السجين وعلى ذويه. وننوه إلى أن يعني الاتفاقية تحترم قرار واختيار السجين. نفس الأمر بالنسبة لمشروع قانون 87/13 لمنظمة العمل الدولية والمتعلق بالمهاجرين، وهو موضوع بذل فيه المغرب جهوداً معتبرة يعرفها الجميع، غير أن هذه المصادقة ستدعونا استقبالاً إلى مواءمة قوانيننا مع الفضيلة العالمية كما جاءت في هذه الاتفاقية. ثالثاً، اتفاقيات ذات طابع خدمات تعاوني، وهي فيها مجموعة من الاتفاقيات، اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع الكوت ديفوار، اتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حماية الاستثمار. ونقول فيها باختصار ما يلي: إنها اتفاقيات من شأنها تعزيز موقع المغرب المتقدم مع أوروبا من جهة ومع إفريقيا من جهة أخرى، وهي اتفاقية تأتي المصادقة على هذه الاتفاقيات في سياق انفتاح مغربي واضح على العمق الإفريقي توج بالزيارة الملكية المتميزة الأخيرة. اتفاقية ذات طابع ثقافي تعليمي، وتتصل بنظام المدارس الأمريكية بالمغرب، وقد أثارت هذه الاتفاقية نقاشاً مسهباً بين الإخوة والأخوات النواب، إذ لا شك أن التعاون الثقافي التعليمي مع دولة كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية مهم جداً، خاصة أمام وجود إقبال ملحوظ على هذا النوع من التعليم الذي يفترض أنه سيفتح آفاقاً مهمة من حيث التكوين وتلبية حاجيات وطنية علمية وتعليمية وبحثية. وقد أثيرت باضطراد بين النواب ملاحظات تتعلق بالجانب المتصل بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، ويتصل الأمر بالمادتين السادسة والسابعة، فمن جهة لضمان جودة في هذا التعلم نعتقد ونرى أنه من المفيد استصحاب الصيغة المعتمدة مع الطرف الفرنسي، إذ يتم حصراً استدعاء أساتذة مغاربة مقتدرين يوضعون رهن الإشارة من طرف وزارة التربية الوطنية، ويتم انتقاؤهم في لجنة مختلطة بدل التعاقد المباشر لإدارة المدارس. وأيضاً ما يتصل بالمراقبة التربوية والديداكتيكية التي أكدت لنا الوزيرة في ردها أن وزارة التربية الوطنية ستتولى أمرها. أما بالنسبة لرسوم التسجيل، فيحدد النظام المذكور في الاتفاقية أنه من اختصاص مجلس الإدارة، وقد نبهنا إلى ضرورة إيلاء هذا الأمر أهمية حتى لا تتكرر استقبالاً احتجاجات الآباء من الارتفاعات الصاروخية لهذه الرسوم كما شهدتها بعض المدارس الأجنبية. وبالنسبة للمناهج المتعلقة باللغة العربية والثقافة المغربية، سيتم بناء المناهج في إطار تشاور بين الطرفين، وهذا مهم، لكن نسجل الملاحظات التالية: هل التعاون سيهم بناء مفردات المناهج في بعدها المنهجي المتصل بالمقاربات البيداغوجية، أم في اختيار محتويات الديدكت أم في اختيار نعم سيدة الوزيرة تفضلوا سيدنا المحترم أم في اختيار المحتويات الديدكتيكية. المسألة الأخرى وتتصل بمكونات الهوية المغربية، وأحد هذه المكونات الأساسية الدين الإسلام، وهذه إحدى الإشكالات الكبيرة في نظام المدارس الأجنبية،
إذ يغيب هذا البعد وينشأ عن ذلك إشكالات هوياتية خطيرة، إذ يخلق ذلك تشوهات في بناء الشخصية المغربية المتكاملة، إذ ينشأ جيل جاهل بالحد الأدنى أو كما يقال المعلوم بالضرورة من الدين. وبالنسبة للمادة 13 تتحدث عن حل الخلاف في حال حصوله بين الطرفين لا قدر الله، إذ يعني سيلجأ إلى الحل الودي كخيار وحيد، ولم يشر إلى ما سيلجأ إليه في حال استمرار الخلاف، هل سيعهد إلى لجنة تحكيم يختارها الطرفان أم إلى القضاء. لا بد من بذل جهد تواصلي، أيضا نشير إلى هذه النقطة، لا بد من بذل جهد تواصلي مع المواطنين لإخبارهم بالمدارس التي ستعتمد شواهدها حتى لا يسقط ضحية الإشارات الترويجية المضللة. تتحدث هذه الاتفاقية أيضا عن تعامل بالمثل في حالة رغبة المغرب إنشاء مدارس على التراب الأمريكي، وكنا نود أن يكون في هذا الأمر تمييز تفضيلي يجعل من هذه الرغبة أمرا يسير التحقيق، من مثل توفير الوعاء العقاري بأثمنة رمزية في أمريكا. ونشير هنا بضدها تتميز الأشياء أن المدرسة الأمريكية بالرباط مكنت من الأرض التي عليها بناء مؤسستها بدرهم رمزي لسنوات عديدة، وهو ما تعمل بلدية الرباط طبعا على مراجعته. وعموما فإن الاتفاقية تميزت بحد معقول من التوازن، نتمنى أن يفيد منها الطرفان. وننبه ختاما إلى ضرورة إلى العناية للصياغة اللغوية بما يجنب لكافة الاتفاقيات طبعا بما يجنب الالتباس في المعنى. وختاما إن هذه الاتفاقية ذات أهمية، إذ سيكون لها إن شاء الله عائد معتبر على مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو ما يدعونا ودعانا جميعا أغلبية ومعارضة للتصويت إيجابا عليه. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب محترم.